قام ببتر أطرافها الخلفية لأنها دخلت أرضه بالخطأ بحثاً عن الأكل. اعتداء وحشي تعرضت له هذه الدابة على يد فلاح. حدث هذا في المغرب، وتحديداً بمدينة زاجورة الواقعة جنوب شرق البلاد. حادث مأساوي نقلت على إثره الدابة إلى محمية بمدينة مراكش، حيث خضعت لرعاية طبية شاملة سهرت عليها جمعية جرجير الخيرية. هذه الأخيرة أجرت للدابة عملية جراحية استغرقت 4 ساعات لتنقذها بذلك من موت محقق. فالدابة وصلت في حالة حرجة، جراح متعفنة وعجز تام عن الحركة، فضلاً عن رفضها الأكل والشرب من شدة الألم والأوجاع. الدابة التي أطلقت عليها الجمعية اسم شوف قضت أزيد من 2 أسبوع في المحمية، وهي الآن في صحة جيدة محاولة استرجاع قدرتها على الحركة بفضل كرسي متحرك صنع خصيصاً لمساعدتها. الاعتداء على شوف خلف موجة غضب عارمة في المغرب. جمعيات حقوقية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي طالبوا بضرورة تدخل السلطات من أجل محاكمة الفاعل، ليتم عقب ذلك توقيف الفلاح وتقديمه أمام أنظار النيابة العامة. هذه الأخيرة قررت متابعته في حالة سراح مقابل كفالة مالية تقدر ب$200 مع إحالته إلى الجلسة من أجل محاكمته.